انطلقت فعاليات بازار التراث الفلسطيني في حدائق الحسين، ويشمل معروضات أصالة فلسطين من أكل وملابس وفنون بهدف الحفاظ على الذاكرة الشعبية التقليدية والمعاصرة. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية. معنيين بموضوع القدس و دعم أهالي القدس، فحبينا أن نشارك، وبالإضافة أنه إحنا جزء من نشاطاتنا وجود فرقة القدس للتراث الشعبي اللي راح تقدم عرض اليوم. طبعا مشاركة دايما بتعزز الصمود وبتعزز المشاركة مع أهلنا في فلسطين عامة وفي القدس خاصة. عيوننا إليك ترحل كل وتتصدر المطرزات المشاركة نقوشاً لتعبيرات مختلفة وتطريزات متنوعة تشكل في مجملها نتاجاً سياسياً وتاريخياً ودينياً. إحنا بنشتغل بالتوب الفلسطيني اللي بنسميه توب الملك، اللي بلبسوه كانوا جدودنا من زمان. عظمين أول كانوا يلبسوا التوب العروس إحنا بنسميه، وبنشتغلوا هذا تراثنا لأنه إحنا هويتنا لفلسطين، يعني بنشجع التراث دائماً. يعمل البازار لتسويق المنتجات الحرفية الفلسطينية ودعم القدرات الإنتاجية للحرف التقليدية والأشغال اليدوية الفلسطينية في جميع أنحاء مدن فلسطين والتعريف بالهوية الثقافية. تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. إن مهمة إعادة إحياء التراث الفلسطيني واجب أخلاقي على كل فرد في الشعب الفلسطيني يشعر بالانتماء الحقيقي لهذا الشعب الذي يحمل حضارة ضاربة في أعماق التاريخ الإنساني. أيمن الحمود، رؤيا.